تاني لم نفسك فانا بقول لك يا كهرباء يا محمود عب يا عبد المنعم يا كهرباء. وبعدين انا عندي بيان بكل الممتلكات شقة معادي الجديده المانيا الجديده الفيلا بتاع الساحل الشمالي كل حاجه عندي خلاص شاهد تصريحات رمضان صبحي بعد طلب العودة إلى الأهلي رسميا. شاهد تصريحات محمد الشناوي بعد قرار رحيله رسميا من الأهلي. السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناه كوره شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناه. شاهد تصريحات رمضان صبحي بعد طلب العوده الى الاهلي رسميا. علق اكرام الشحات حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق على صوره الممر الشرفي لرمضان صبحي جناح الفريق الاول لكره القدم بنادي برامز عقب مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج العيب المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر لم أرى لقطة محمود الخطيب مع رمضان صبحي أثناء تسلم الميداليات عقب نهائي كأس مصر ولكن حكى لي أن حصل نوع من الود والحب بين الكابتن الخطيب ورمضان صبحي وسلم عليه بحرارة وحضنه وتابع سعدت وفرحت جدا بتلك اللقطة لأن رمضان بالنسبة للخطيب يعتبر زي ابنه فهو في النادي الأهلي وهو عنده تسع سنوات وتابع من الممكن يكون الخطيب زعل من رمضان صبح شوية ولكن الموضوع انتهى خلاص الزعل راح الجماهير بتحب رمضان بدليل لما بتقابله بتقف تتصور معه وبتبقى فرحانة بيه وبالنسبة للجماهير في المدرجات الأمور أصبحت هادية عن الفترة الماضية في المباراة الأخيرة لم يحدث تطاول على رمضان شاهد تصريحات محمد الشناوي بعد قرار رحيله رسميا من الأهلي حسمت إدارة الكرة داخل النادي الأهلي مصير ملف رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي. خلال الميركاتو الصيف الجاري وقال مصدر داخل شركة الكرة في الاهلي للوطن سبورت ان محمد الشناوي اغلق ملف راحيله عن صفوف القلعة الحمراء بشكل نهائي. واضاف ان مسئول الاهلي وعدوا محمد الشناوي بزيادة في راتبه ليحصل على 17 مليون جنيه راتب في الموسم بدلا من الحصول على 12 مليون. واوضح المصدر خلال تصريحاته انه سوف يتم زيادة راتب محمد الشناوي. تقديرًا لنسب مشاركة الحارس في المباريات وحصد البطولات فضلًا عن رفضه عروضًا تتخطى أضعاف ما يحصل عليه في الأهلي طوال السنوات الأخيرة الماضية. شاهد سيد عبد الحفيظ يعلن خبر انتقال حسين الشحات إلى الزمالك رسميًا. أنهى النادي الأهلي الاتفاق مع لاعبه حسين الشحات على تجديد التعاقد بعد الوصول إلى حل مرضي في كافة الأمور والتفاصيل بين الطرفين وأوضح الإعلام إبراهيم فايق. تفاصيل تجديد الفريق الأحمر التعاقد مع جناحه الأبرز مؤخرا بعد فترة من المفاوضات وأكد تم الاتفاق على كافة البنود التي ترضي الطرفين في تجديد التعاقد وأضاف إبراهيم سيكون مبلغ التعاقد بقيمة 13 مليون جنيه في الموسم ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة وأردف لم يتم الإعلان حتى الآن عن الصفقة حتى يتم الانتهاء من صيغة التعاقد وغدا أو بعد الغد سيتم الكشف عن التجديد أما فيما يخص نسبة المشاركة قال أولا هي أمور تفاوضية وليس خضوع من النادي للعب وشرح أيضا إبراهيم وفيما يتعلق بمند المشاركة فهو بند موجود في عقود كل اللاعبين وبالتالي الاتفاق كان على بنود أخرى وصل فيها الطرفين لحل الاتفاق كان على بنود أخرى وصل فيها الطرفين لحل وانتهى كل شيء وينقص حسين الشحات فقط الإمضاء على العقود ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية حظا للألقاب على مستوى الأندية المصرية والعربية والإفريقية تمت رسميا أمير مرتضى منصور يعلن انتقال حسين الشحات إلى الزمالك. اقترب حسين الشحات لاعب وسط النادي الأهلي من التجديد لصفوف القلعة الحمراء لفترة إضافية مقبلة، وذلك على خلفية المفاوضات التي جرت بين الطرفين في وقت سابق. ووفقا لمصدر وثيق الصلة من النادي الأهلي، فإن الشحات اقترب من التجديد والتوقيع على عقود جديدة في صفوف الفريق، وذلك على خلفية ترضيته بالناحية الإعلانية وكان الشحات اشترط الغاء بند نسبه المشاركه من اجل التوقيع على العقود الجديده ولكن اداره النادي رفضت بشكل قاطع منعا لوجود اي فتن داخليه داخل الفريق ووعدت الاداره ترضيه اللاعب الحملات العلنيه ووضعه على راس قائمه اللاعبين المقرر ان يقود الجانب الاعلاني خلال الفتره المقبله شاءت تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد ايقاف كهرباء وراحل شناوي اقترب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي من الرحيل عن يعني الفريق بعد العروض المغريه التي وصلت للاعب والذي ابدى موافقه مبدئيه على الرحيل وذلك وفقا للتاكيدات التي انتشرت خلال الساعات القليله الماضيه ويعد الشناوي واحدا من اميز اللاعبين داخل منظومه الكره المصريه فهو الحارس الاساسي للنادي الاهلي ومنتخب مصر ويعول المدربين على خدماته في الكثير من المواقف الصعبه وقدم الشناوي الذي يعد احد ناشئي النادي الاهلي والذي خاض اكثر من تجربه بعيد عن القلعه الحمراء مستوى مميز بالتحديد منذ مونديال روسيا 2018 ومن وقتها باتوا الحارس الاول للاهلي ومنتخب مصر ولكن على ما يبدو فرحله صاحب ال34 عام شرفت على الانتهاء مع النادي الاهلي وذلك بسبب العروض التي وصلت له بعد تتويج الاحمر بلقب دوري ابطال افريقيا على حساب فريق الوداد المغربي شاءت تصريحات خطيره من وزير الشباب والرياضه بعد ايقاف النشاط بسبب الزمالك رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مناقشة فكرة السماح لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجية وقال مصدر لم تصلنا عروض رسمية الى الشناوي ولكن المبدأ مرفوض في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار الشناوي باعتباره من اعمدة الفريق الاساسية التي لا يمكن التفريط فيها وطلب حسين الشحات لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الحصول على راتب سنوي قيمته 15 مليون جنيه خالصة الضرائب من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء وعلمت فيتو أن الشحات تمسك برفع نسبة المشاركة من العقود الجديدة بغية الموافقة على تجديد عقده مع القلعة الحمراء كما قال مصدر داخل الأهلي إنما تردد بشأن وجود مفاوضات مع إمام عاشور لعب ميتلاند الدنماركية غير صحيح تماما وأضاف الأهلي لم يتواصل مع اللعب أو ناديه الدنماركية وما تردد في هذا الملف غير دقيق وكنا نروج للبعض واوضح ان الفريق حاليا تركيزه موجه نحو حسم بطوله الدوري من اجل استعاده اللقب الغائب عن القلعه الحمراء في اخر موسمين. شاهد اول تعليق من مرتضى منصور بعد خبر انتقال الشناوي الى الزمالك قال الاعلامي تامر امين انه يؤيد خروج محمد الشناوي من النادي الاهلي الاحتراف خلال الفتره المقبله وهذا هو رايه منذ الموسم الماضي. إذ إن اللاعب قدم كل ما لديه للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية موضحا أن تمسك إدارة المريض الأحمر بالحارس أمر طبيعي خاصة أنه قائد داخل الملعب والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات هل تم رحيل حسين الشحات عن الأهلي رسميا؟ لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي